بس انت من شنت وزير هم شنت دكتاتور. هسه تقول لي ليش انت اردت ان تنفرد بالقرار، لذلك قلت لا وكيل لي. نعم صحيح صحيح. لهذا ليش دكتور انا كنت وزير، اي قبل ما اكون وزير كنت شركه منفذه بالتعاقد عقود قبل من الكهرباء 100%. اي ها والشركات العالميه انا امورك الفلسات زين الحمد لله والشكر، لا انا تنفيذيا جيد. اي فلهذا كنت من اني وزير اكو حلقه بين الوزير والمدير العام اللي هي اسمها الوكيل. ها لاحظ. فاني اذا ما ادخل في جزيئات المشروع وجزيئات المديريه داير بشكل مباشر ما اقدر اغطي. فلهذا انا رحت على رئيس الوزراء قلت له دوله الرئيس انا الوكلاء كلهم خوش اوادم وكلهم عندهم تخصص دقيق عالي جدا، ولكن ما اقدر اسوي مدير عام لانه هذه درجته ما يصير تقدر تصعده او تخليه او ما تصير تنزله. فاني ما اريد وكيل. قال شلون يصير؟ كيفك انت؟ مو انا دا اقول لك حتى اقدر ادير وزاره هيكل الدوله هذا مو انا مو دا اقول لك. اي فلهذا لحيت عليه اني ايش والله الرجال قال خلص نقلهم في درجه وزير درجتهم الى وزارات اخرى او الى يعني المهم يعني. فلهذا انا اقول لك يمكن اول وزاره او الوزاره الوحيده انا كملتها بدون وكيل وزير. ليش؟ لانه المدير مالك استجاب لك شال الوكلاء 100%. نعم رجال الان يقول لا هو شنو دكتور يعني أي. حتى اكون امام مسؤول انا اول ما استلمت الوزاره قلت له دوله الرئيس لازم اذا اشوف اي طلب الي في خصوص الوزاره لتقويمها ولتحسين ادائها ارجوك ان توافق حتى انفذ البرنامج 100%. فظل فتره تعرف الوكلاء عندهم مراجع سياسيه قال راح اسوي لي مشكله. قلت هذا احنا انا هذا مشكلتي وزارتي أرد أديرها بدون وكيل مع احترامي لهم، هم خوش أوادم وفنيين عاليين الجناب، ولكن أنا أريد أصير أدير أصير أكون وكيل وأكون وزير. فلهذا الرجال جزاء الله خير وافق ودرت الوزارة بدون أي وكيل. إذا أنت بتجربتك مع وزارة تفهمها إذا هذه دكتاتورية فنعم الدكتاتورية. فلهذا الدكتاتورية لإدارة المدير العام هاي الدكتاتورية المكتبية. إيه نعم. طيب لما تجربتك مع السيد المالكي نعم. نجحت، واحد من أسباب نجاحها أنه هو أقال لك الوكلاء، ما أقالهم نقلهم إلى أدوار أخرى بنفس الوكيل حسا ما بقيت لا وكيل له. نعم. ليش ما تعممت هاي التجربة على بقية الوزارات طالما أنت كوزير شخصت واضح أنه هذه حلقة أمطيك حالة دكتور. أنا آسف قاطعت أنا السؤال واضح يعني من أنت قرأتك يعني أي. ها بعض وزراء مع احترام هذا تصدق يكتب له الوكيل او المعني او المكتب ماله استيكر على الورقه ايش يكتب الوزير لا يقرا يقول لك انا اقرا المعامله هالقد هذه يكتب له استيكر هيك يعني بعض الوزارات يعني ما مو وزاره محدده يعني بالاستيكر يقول له هذا هيك هو راسا يقرا ويكتب ويوقع او بعضهم وصل هاي دورتكم لا مو بدورتكم بس اقول لك السوء الاداري والفساد هذا هنا دعا شخص الكيا بعض مدراء او وكلاء او وزراء او اي درجه وظيفيه المادون يكتب لي اياه ويخليه بدون توقيع هو يوقع للمعالي او للمدير العام او للوكيل. فلهذا انا ما اريد من هذا النوع والله ماكو معامله واحد شرح لي اياها ابدا لا مكتبي ولا وكيل ولا مدير عام ولا مجرد اشوف شنو التوصيه اللي يريدها اقرا كل المعامله وانطي قراري.